C'est long, Yannick. Coucou, bonjour, bonjour. Je suis Balcom, qui est Tani jit. Yalla, je connais là, yalla. Aouch, ouhda, y'a Sophie. Sophie So, la première. Les clés, les sous-sous. On peut rajouter des filtres. Quoi? On peut rajouter des filtres. Non, tu peux rajouter rien. Ça, c'est sans filtre. D'accord. Live Instagram, tu as la haqiqa. Les filtres, les zen. Ouais, alors, qui met si et qui met si spéni. J'avoue. Ouais, voilà. Sobre les tesmes, les premiers. Machallah Alik, toute belle, merci, merci beaucoup. Anna, j'ai senti tes copines, vous voulez jouer, parce que vous êtes comme rendez-vous comme live le jour. Alors, Anna, vous pouvez jouer à Diane, mais je suis tout le temps. Parce que je suis mort. Titi, c'est le hamar. Ouais, ouais, non, mais c'est le hamar. Le hamar, le zrak, le sport, le noël, tout le monde, ça, petit. Mais je suis le hamar. Fadi Glili. شعر غزال عفاك شنو اللون هذا تيتسمى سيلفر غراي سيلفر اش موضوع اللايف نتوما اختاروا الموضوع يلا شنو شنو الموضوع اللي بغيت اختاروا انا معاكم الوغ بالصحه سنيسلا سنيسلا والحلق ما قلتيش حتى الحلق ما شتيش اختي انا وريتو الله يعطيك الصحة والعكار صاحبتي والعكار العكار حمار اوكي داكا سلام زين سلطانة غرو بيزو غرو بيزو جمالو جمالو الو عندو الزين عندو الحمام فين دايرو في الانستغرام عند الزين عند الحمام عند الفريت شكون هادي هدى تخو تخو بيان خليك يلا يلا قولوا لي الموضوع ما بقاوش حنايا غير في الشقير قال لكم شكور مقعور قولوا شنو بغيتوا الموضوع اليوم راه ما غاديش نطول ما غاديش نطول العكار عافاك بس نشوف لك واش جايبه نوريه واش جايبه معايا نشوف لك شوفوا واش عليك في الدايره الى عندك شي زهر جايبه معايا تي نشوف محال لا كاين هاو انا لا ماركه ستيلا لا ريفيرونس Bezos, c'est plutôt Bezos. La référence c'est à Bezos. D'accord? العناية بالشعر مصبوغ انا شحال من مرة قلت هذا الموضوع يعني ماشي موضوع هذا كيكون دائما اللي تصبغ شعرها وتدير لها لي كولور هادشي بلون غري les dégradés ديال le blanc كله les nuances ديال le blanc كله le gris كله دائما كيغاستاس كافيار الكحل و هير مايونيز هادشي باش تغسلو شعركم شي حاجه اخرى ما نكذبش عليكم الو بغيت الموضوع كيفاش نتخلصو من الكسل والخمول اول شيء اللي عندها الكسل والخمول صافي جاب عندك ان مانك دو مانيزيوم عندك مانك ديال الحديد في لو كور ديالك خصك ديري دي زاناليز ديال يعني ان تشيك اب ومنين غادي ديري تشيك اب غتلقاي انك عندك اون انيمي الناس اللي عندهم الانيمي يعني عندهم عندهم ان مانك ديال المانيزيوم ديال الحديد في لو كور هذوك الناس هما اللي تيكونوا تيحسوا ديما انهم عيانين انهم ما تيقدروش
يتحركوا تتلقى راسك ناعسه وكل شيء، ولكن تي توجور فاتيغي كل ساعه ما فيك ما يدير والو، بغيتي غير تبقاي ناعسه، بغيتي غير تبقاي جالسه. الوغ سي حاولي ديري لي زاناليز ديالك وتاخدي بلوس دو فيتامين وتاكلي مزيان، كولي هيلثي غيتحيد منك الفومول اوتوماتيكمون. وهادشي اللي تنقول انا ماشي جاب داخل راسي، هادشي علمي. وصفه باش نضعف ضعفين احنا بعدا. بون انا نقول لكم انا جي بيردو واحد 5 كيلو غير بالماء سخون ديال الصباح. ملي تشربي الماء سخون في الصباح، الماء سخون ماشي طايب تلقي حلاقمك وتقولي قالتها سلطانه، ماء سخون يعني دافي الصباح على الصباح على الريق، باقي ما كليتي حتى شي حاجه. الماء سخون تشربي كاس كبير ديال الماء سخون، ومن بعد عاد تدوزي نهار. حاولوا تنقصوا من الخبز، كلوا لا فورش بلا فورشيت لي كونتيتي، نقصوا اكثر استغماس. واش نتوما بغرير رغايف البوتي الكيكه ما عرفت شنو، ما بغيتو ما تعرف بغيتو تبقاو زعما لا تاي ديالكم زوينه ما يمكن، غتغلاضو غتخرج لكم الكرش وغيكون عندكم بزاف ديال المشاكل. لو نقصوا شويه من لي كونتيتي، نقصوا شويه من الماكله، نقصوا شويه من المعجنات، باسكو حنا ماكلتنا غير في البوتي ماكلتنا فيها بزاف ديال لي كالوري، المرقه ديالنا فيها لي كالوري، تناكلوا الخبز تنغمسوا بزاف بزاف ديال الحاجات يعني اللي فريمون تتغلط. الوغ حاولوا انكم تنقصوا من هادشي وغادي تضعفوا، وتبعوا هاد الطريقه اللي قلت لكم ديال الماسكون الصباح، وحاولوا حتى قبل ما تنعسوا كاس شبالي ديال الماسكون، وما يمكنش ما تضعفوش. وصفه تاع قشر قهوه شعب، انا حيت لكم هاد قشر قهوه وهادشي كله، ما سخون بوحدو في الصباح، اللي يقدر يدير شويه ديال العسل وشويه الحامض اوسي سي بارفي. فوندو تاني سندير مجبلوش معايا هو دريم ماتموس، دائما تنوريه لكم، ولا فيلفيت دريم فيلفيت، بجوج هادو زوينين، ولكن دريم فيلفيت الناس اللي عندهم بشره ميكس، دريم ماتموس اللي عندهم البشره الدهنيه. كوكو سي موا كي ا دوموندي بور لو لايف، انت اللي دابا طلبتيه في الاسئله. انا جيت هاد السيده دخلت لي قالت لي انا مقلقه وطالع لي الدم، وبغيت معاك بغيتك تهضري، بغيت نسمعك تهضري في اللايف، انا درتولك على خاطرك. شكون بحالك؟ اوكي الشاي ماء سعدي، شكرا دكتوره. اوكي لا كنتي باغا تنزلي هذه الكلمه ديال دكتوره، يمكن انا تنعرف شي حوايج اللي بحكم يعني التجارب ديالي، بحكم بزاف ديال الحاجات. اسلوبك طريقتك دابا اللي قلتي، تعاودي حاجه اخرى غادي تخرجي من اللايف داكور. المهم اهم شيء فاهمه احسن منك وعارفه احسن منك. شحال فيا في الطول؟ متر 67. tu peux acheter du magnésium à la pharmacie bien sûr et faire une cure ça marche très très bien. exactement فين مصيفة؟ باقي ما عرفتش، باقي لحد الآن ما عرفتش فين. ألا والله حتى كنتسنى اللايف ديالك خديكي ماشي تبارك الله غزالة ميرسي. وشحال ديال الفخاز، وشحال ديال الفخاز. سلطانة وصفة ديال فقر الدم ما سجلتهاش. أوكي غادي نعاودها باسكو بزاف يطلبوها مني. الو غادي تاخذوا 250 غرام من كل حاجه هادشي اللي تنقول. اوكي 250 غرام كاوكاو، 250 غرام بيستاش، 250 غرام زبيب، 250 غرام قرقاع، 250 غرام هذيك عين الجمل اللي تسمى عين الجمل بحال قرقاع، 250 غرام ديال الحلبه، 250 غرام ديال الصوجا، 250 غرام ديال النفع. هادشي كلشي تيتطحن، واللوز 250 غرام ديال اللوز، هادشي كلشي تيتطحن تخلط مع نوتيلا وتدار في التمر بور غروسير اكزاكتومون بور تاع لو تيعطي المقويات الناس اللي عندهم في القدام فهمتي، حتى لي بور لي بيتي زانفون يلي هاد الوصفه الي توب. تطحنوا هادشي كله وتتعجنوه مع نوتيلا القرعه الكبيره وتتعمروا به التمر، هادشي اللي بغى يغلاض واللي عنده فقر الدم.
الناس الاخرين نو باسكو فريمون صافي ترو غروسير هاد ال هاد ال عارفين الحلبه شحال تتغلط والصوجه شحال تتغلط. سلطانه واش صباغات الشعر كدير شيب نو هادي كذبه شيب هرمون كاينين فواحد وا سي هيريديتير ولا تي تيخرجوا ملي تيبدا بنت تيكبر ولا شي حاجه فيش. ماشي ما فيكش شيب فيك تي كوما صغار و تي 26 عام هي صاحبتي 26 عام وطلع عليها الشيب في راسها الشيب ماشي من صباها الشيب يا اما وراثي اما عندك هذيك الغده اللي تطلق الشيب مجهده بزاف فوالا هضري لينا على الطلاق بالاولاد بليز محتاجه ليك تقولي لي الطلاق بالاولاد الوغ شوفي هادشي كلشي يعني الطلاق الزواج كلشي مكتب وكلشي كل واحد شنو مكتب ليه كاين لي يعني تسحب لها راسها ما عمرها ما غادي تجوج تيجي واحد النهار اللي غادي تجوج فيه وتجوج بهذاك اللي ما عمرها حطاتو في بالها ولا ما عمرها كانت متوقعه غادي تاخذو وكاين وحده اللي تكون مزوجه وتيسحب لها غادي تبقى مع داك الراجل دائما ما تتفارق معاه انا اللي تيبقى فيا فهادشي كله اللي تيبقى فيا بزاف هما لي زانفون مي دابا حنايا فهاد العصر هذا ما بقاوش يعني ماشي مشكل تلقى مزوجه بحال بحال راهم اميرات و سون ديفورسي يعني دابا ما بقاش مشكل انك تكوني متلقاتني مجوجه انا انت من غير مرات تكون قد حالها كما تيقولوا باللبنانيه قد حالها يعني حتى لا تلقات تجمع راسها ما عمرك ولا كنتي بحالك الراجل ما تيخليكش الراجل ما تيمشيش عليك انت اللي تتخلي كيفاش تقولي لي انا ما بقيتش بغيتها ماشي هو انا ضد المراه الضعيفه وضد المراه اللي تكون يعني تتلصق داك العلكه عرفتي داك العلكه هذيك العلكه اي انا ضدها يعني صافي الراجل بغى يمشي بسلامه الله يعاونو بغى يجلس مرحبا انا ما ضد المراه اللي تتسحر الراجل باش يجلس ليها ضد باش يجلس معاها ضد المراه اللي تدلل براسها باش يجلس معها الراجل وضد المراه اللي يعني تتبقى دير لو بوسيبل باش هاك الراجل ما يتفرقش معها لا صافي بغى يمشي نهار قال لك باي باي قول لي انت يا باي بايين جوج ديال باي بايات سلامه الله يعاون الله يعرضك السلامه باسكو اون فوا الراجل تيشوف بلاصه خاصه ودايره عليه هكا تيولي طالع لك هنا ودلل رجليه كما هاد الهضره قايلها انا ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه دائما 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 ديروا العز على راسكم كل مره دايره العز على راسها كل مره راجل تيمسك فيها كل مره عاطيه واحد القيمه لراسها كل مره راجل ما تيبغيش يتفارق معاها تيبقى دائما خايف عليها ودائما يعني دير ليها كلمه قليل سلطانه واش راجل لي ما كيوقفش معاك فاش كتحتاجي ليه معنويا واش غنقول لك كاينين كاينين رجال بحال هكا ما نقدروش نحكموا عليهم كاينين رجال اللي ما تيعرفوش يتصرفوا ماشي حيت ما تيوقفش معاك مي ما تيعرفش يتصرف ولكن نورمالمون الراجل الراجل بصح هو اللي تيوقف جنبك وتيوقف في دراعك وتيوقف معاك في ساعه الحزه ما ساعه الضحك والتفليه سا سيغا ريان ساعه الحزه هي فاش تعرفي الراجل ديال بصح اوكي كلامك معقول ما تبقايش ما تبقايش تفسر شكون اللي خسر الهضره حتى تفهميها مزيان عاد هضري يعني الدكتوره ماشي معيوره الوغ انت يا بنتي ليا باغا دابزي غادي تخرجي باي باي فوالا هادي مسكينه محروقه ما واش Je ne sais pas. 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 Je ne sais pas.
Bye. Ok. Deux doigts. Que diri? Her mayonnaise. Bien sûr, c'est diri char kullo. Exactement. والدلاح والفريز وحب الملوك كل شيء مشتت فهاد اللايف اللي كتضطر اضعاف حد راجل على قل ولادها شنو رايك ايه ايه انا مع المراه اللي تتصبر على ود ولادها شو سوي توتا فيلا صبر على ود ولاد وي ولكن انت وصل لواحد الوقيته اللي انت ولي قال لك الصبر ضبر يعني الا كنتي غتصبري وهذاك الصبر غيعطي نتيجه اوكي كن تيولي العلاقه ديال المراه وراجل تتاثر على هذوك الدراري يعني دائما تيشوفوا المدابزات دائما تيشوفوا الصداع دائما تيشوفوا امهم الغوات امهم اللي يعني تخيس امهم قلقان امهم عايش باش الحال هذوك الدراري غادي تقلقوا بهذيك العلاقه ما تبقاش اصلا عاجبهم على ضيفهم ميو ان تلاقيكم نقلك ومتها غلط اوكي صافي سي باغراف خرجت انا تنقول لكم حاجه واحده ما تعجبنيش نخرج جو سي با ما انا ماشي مضطره نسمع ليكون غير الناس انا عارفه هذوك حشين النظرات مزيان ما تخافوش عليا كلام صح صائب احسن في السلطان بون انا غادي نخليكم دابا بركه خصني نجلس مع الناس شويه درت لكم خاطركم غنكمل لي ميساج صافي انا درت لكم خاطركم غنخلي اللايف مسجل ما درتش بزاف ملي غنرجع الدار نخدم ندير لكم لايف اخر نهار رجلي يقولني يعني كويجك اوكي بزو البنات غادي نخليكم باي باي حشومه جلسه مع الناس درت لكم غير شويه ديال اللايف غادي نعاودو نديرو بثلاثه فهمنا يلا بيزو باي